السلام عليكم أصدقائي، أتأسف على نبرة صوتي بسبب المرض. أود أن أشكركم لأنكم أوصلتم الفيديو السابق إلى 63,000 مشاهدة، شكرا لكم. حسنا، نبدأ الآن على بركة الله. في هذا الشرح إن شاء الله سوف أشرح لكم كيفية ربط البلايستيشن 3 مع التلفاز القديم أو ما يسمى ب التلفاز الذي يوجد به منافذ للأصفر والأحمر والأبيض، لأني آخر مرة شبكت على جهاز البلازما يوجد فيه مكان للـ HDMI. هذا، والآن أريد أن أشبك على هذا التلفاز بمجرد ربطه من هنا على كابل بلايستيشن 2. هذا هو المشكلة، أن عندما نقوم بفتح الجهاز، انتظروا، الآن قمت بتشغيل التلفاز، أقوم الآن بتشغيل البلايستيشن 3 هكذا. الآن نشاهد التلفاز. البلايستيشن مشغل ولكن التلفاز لا أرى أي شيء. الآن سوف أريكم طريقة إصلاح هذه المشكلة، هي مشكلة جد بسيطة، لا تحتاج أي شرح، فقط هي خطوة بسيطة جدا. تقوم بإعادة إطفاء الجهاز من هنا. حسنا، الآن بعد إطفاء الجهاز ماذا سنفعل؟ في هذا الجهاز فقط يعمل باللمس، فقط تضع إصبعك هنا حتى تسمع الصافرة، ليس الأولى بل الثانية، حينها سوف يشتغل إن شاء الله على هذا التلفاز. والسليم أيضا والسوبر سليم، فقط تقوم بالضغط على مفتاح، هو يوجد بالسليم والسوبر سليم مفتاح هنا، تقوم بالضغط باستمرار الصافرة الأولى الصافرة الثانية، تقوم بنزع يدك وإن شاء الله سوف يعمل. الآن سوف أقوم بتطبيق، شاهدوا معي الصافرة الأولى، لم أنزع يدي إصبعي، الصافرة الثانية أقوم بنزع الإصبع. الآن شاهد ماذا يحدث، هذا هو التلفاز، ننتظر هكذا. لقد فتح الجهاز. الآن نقوم بالضغط هكذا على اليد، تشغيل اليد، والآن مبروك، لقد اشتغل على التلفاز المربع أو التلفاز القديم أو ماذا تسميه. حسنا، شكرا لكم أصدقائي على مشاهدة هذا الفيديو، وأتمنى منكم الضغط على الاشتراك والجرس وطرح تعليقاتكم في ما تودون أن أقوم بشرحه من جهاز بلايستيشن 3، وشكرا لكم.